البخاخة دي بتحتوي على كثير من المنظفات لقتل البكتيريا في الفم. أنا ضمني إنها مش ممكن تعطس في الأكل ولا مثلاً تهرش بإيديها في شعرها المأمل. لأ ما أقدرش. حبيبتي حرام عليكي، ريحي نفسك شوية، أنت خلاص على وش ولادك. أنت جننت؟ إيه التسايب اللي أنت فيه ده؟ يا مرتشي خطفوه؟ كرموه! أنا قتلتها ولا إيه؟ اليوم ده يا ربي؟ أنتوا هتدوسوا علينا ولا إيه؟ موتوني عشان راكبين عربيات. إحنا عصابة تومن في الريف. بص من الآخر إحنا عصابة وخاطفينك. تاني بيت بس وزنتها طلعت 8 كيلو. ايه ده؟ هما اللي عملته ده كان ايه؟ هما اللي وراها لي دي كانت ايه؟ انت بتشرب الدقه عيني لا دي ده مزاج 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 عكر. جود مورنينج يا عصابه يا حراميين. يا ست الناس تقول صباح الخير الاول. ايه ده؟ انتوا بتفطروا كشري متوحشين؟ انت عايزه مننا ايه يا ست؟ ده كان يوم اسود يوم ما خطفناكي. اسود ومنيل على عينك. كنت عايزه اعرف فجاه فين؟ اصل بصراحه البنانيت بتوعي عملوا تواليت وانا ما معيش العده بتاعتي ولا الديتول فقرفانه، عايزاها هي اللي تغير له. فجاه راحت السوق، سيبيهم كده بعبالهم وهي لما تيجي تبقى تغير لهم، هي ما بتقرفش دي تقرف بلد. وازاي تخرج من غير ما تقولي؟ انا كنت عايزاها تجيب لي موكاتشينو. اللي موكا تشيلوا موكا تحطوا احنا ناقصين يا عم. ما اللي يشيلوا يشيلوا اللي يحطوا يحطوا. يعني ايه الست غلطانه يعني راح تجيب لك موكات عشان تتقوتي عشان انت نفسه؟ ايه الكلام البلدي والطريقه اللي انت بتطجن فيها دي؟ يلا يلا حمله نظافه راحتكم تقرف. يلا موعته بطني خلاص هرجع وانا لسه نسفه. قلت لك استحمى مش هتبقى انت واختك. انت اخضر منه، انت لازم تستحمى قبله. وبعدين ايه الدخان ده يا جماعه؟ خلاص بناتي هيموتوا منخنقين. أو يموتوا منخنقين ويموت ربنا أحسن ما أنا أقوم أموتهم بإيديا. يا شيخ ليها على عينك وأنت تعرف تقتل ذبابة؟ أنت كذاب قشر. يا عم الست المخطوفة دي بتعصبني. بقول لك إيه؟ فكك من الواد ده، الواد ده لبط وأنا مش ضامن. لانشون أنا بأناشد فيك الرجولة والتحدي. أنا مش فاهم منك أي حاجة على فكرة. أنا كنت عايزاك تروح السوبر ماركت عشان تشتري لي ديتول أعقم بيه السويت بتاعي. اصل البنانيت بتوعي يعني لازم يعيشوا في مناخ صحي طول ما احنا منخطفين لحد ما يجي البوليس ويقبض عليكم ويوديكم في 60 داهيه ان شاء الله. اسود يا نهار اسود. شفت بلغت البوليس؟ ارتحت بقى؟ بلغت البوليس امتى وازاي؟ بقول لك ايه، انا هعترف، اختك هي رئيسه العصابه. انت مش بس قذر، انت واطي ومضمحل. كان يا مكان في سالف العصر والأوان بنتان حلوتان طعمتان كان اسمهم وجدان وأسمهان وكان باباهم الشاطر طارق زمان اتقدم لديدي ست الحسن والجمال لكن بابا ديدي كان قلقان. انا جبت لك مغات عشان ما لقيتش حبهان عشان تبقى ماشيه مع الحدوته بتاعتك. فجاه اتاخرتي عليا ساعتين. معلش يا حبيبتي، اصل رحت السوق طحنت لك حلبه وجبت لك عسل اسود عشان تتقوتي كده وتتشدي. ها انت معاكي عيلتين، انا عايزه اشوف افروديت بترضع ماشي. وبعدين عديت سرقت كفولتان ومليتان عشان العيلتان. بس منك لله قذره. معلش وانا بستنى كنت سامعاكي بتقولي ابوكي كان قلقان، هو جوزك كان لمؤاخذه بتاع نسوان؟ اخرسي طارق فارس بني خيبان. مين؟ سمير غانم؟ سمير غانم ايه يا بنتي؟ بقولك جوزي هو كان عنده مشكله بصراحه عضال بتهدد حياتنا الزوجيه، هي مشكله صحيه. بس ما تكمليش، عارفه المشكله دي عندنا اختها مهترئه. فهمتك، عينك كلها ابتزال. انا قصدي ان هو كان بيشخر وهو نايم، ده مرض عضال. بس انا احترمت فيه ان هو واجهني ومخباش علي، علشان كده بعد تفكير عميق واستخاره وجهاد نفس قررت ان انا اقبل التحدي والصمود واحارب من اجله.
قررت ان انا اتجوزه واضحي بكل حاجه. هو جوزك كان بيشخر دي مشكله؟ انت عارفه السرير اللي انت والده عليه ده لو نطق كان قال جاي، اصل يعني لانشون عنده تبول لا ارادي، كل يوم اصحى الاقيها عامل فطيره مشلتته قد كده، تقوليش فتتري مزروت الدنيا. بس عرفتيني عرفتيني، انت مبتذله وقذره. لا بقول لك ايه، ما تنسيش انك مخطوفه، انا لولا انك نفسه كنت اتعافى عليكي. امشي يا قذرة يا مبتذلة، راحتك قبر ومطاتك قبر وقتك قبر. أنا هقوم أعمل لك حاجة تدفعيها. طب لو سمحتي أعملي لي بيكاتة بشامبينيون. لا لا غلط الحاجات دي، بيقولوا لوالدة العيل الزلط من هنا يتحط مكانه كتكوت شامورتش. فطيرة، أنا قاعدة على فطيرة قذرة. أنا جوعت بقى يا فكة. وأنا كمان. خلصي الغدا بسرعة بقى، عندك علبتين بلوبيف مسروقين جوه على الرف. لا ما أنا أكلتهم. هتلاقي علبتين تونة مسروقين فوق عندك على الرف. لا ما أنا سرقتهم. اعمل لنا كوبايتين شاي يا فكة. عصابة؟ نعم. نعم. لو سمحتوا عايزة حد فيكم يوصلني بيتي دلوقتي حالا، زهقت. تعالي معايا اوصلك لحد اخر الشارع. اوصلك ايه اللي في اخر الشارع؟ الله يخرب بيتك يا ست، انت مخطوفه واحنا عصابه وخاطفينك، اقتنعي بقى، ما تزهقيناش في عيشتنا. بس اغبيه، خاطفيني لكن اغبيه. علشان تبقوا حراميه محترمين وقد الدنيا لازم تبقوا اذكياء، مش بالشكل اللي انتوا فيه ده دلوقتي خالص. لا خلي بالك، انا كنت اذكى واحد في المدرسه. ايه ده لانشون؟ ايه ده، برافو عليك، انت كنت في المدرسة يعني متعلم. لا انا كنت في المدرسة بس مش متعلم، بس معلم على اي حد بيضايقني. يعني ايه؟ يعني بقى خرجت بقى علشان اصرف على اخواتي. احنا هنكدب من اولها، انت اصلا ليك اصلا، ده احنا اللي لميناك. انت ليك اخوات؟ لا انا وحيد. لانشون لانشون لانشون، هو انت خرجت من المدرسة وانت في سنة كام؟ كان عندي بتاع 30 سنة. 30 سنة ولسه في المدرسة؟ ازاي؟ لا ما انا كنت رايح اسرق الناظم بتاع المدرسة، كان عنده عربية حلوة زي عربيتك كده. على ذكر عربيتي اللي انتوا سرقتوها، عشان تعرفوا انكم اغبياء، انتوا عارفين ان البوليس ممكن يعرف عنوانكم في من؟ عارفين ازاي؟ ازاي؟ من رقم عربيتي. قلت لك البوليس هتصل برقم العربية، ما صدقتنيش. يا عم انا اصلا مقلبة معاش موبايلات. يا ابله منك ليه؟ عايزين البوليس ما يعرف لكمش طريق ولا الجن الازرق. النبي عارفين تعملوا ايه؟ نعمل ايه بقى؟ تعبت انت معانا النهارده يا بيلي. والله معانا ياض، بكلمك على فكره، مش عايز خايله. معانا يا معلم، انت اكلت الكبوت الله يخرب بيتك. انا هصدقك ولا هصدق كرشك كده؟ تعالى نشوف بقى عشان نخلص ونتكل على الله. يا معلم حته، خلصنا لك على العربيه حته حته يا معلم حته. وانتوا ناس ليه يا مين؟ عشان كده انا احب اقدر الرجاله قوي. عشت. خد دول. ايه دول؟ 5000 جنيه. بتوع ايه؟ حق العربيه. فيها يا معلم حته؟ انا بعيد لك توك توك. دي عربية طول بعرض بدريكسيون بأربع تبواب، بتفتح معانا، هتاكلنا ولا إيه؟ هي التأثير عندنا كده، والخلافة مختارة والله. لا يا عم افتح الله، خد فلوسك وهات لنا العربية. عربية إيه يا حلو أنت وهو؟ ادخل حمام زي خروجه، العربية بقت قطع خيار. الله 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 الله، فيها يا معلم، بتتكلم كويس. لا يا أخوانا بتكلم كويس أوي. استنى يا عم أنت، روح هات ياض فوق العربية تاني ورجعها يالا زي ما كانت. يلا دي مفيش أوامر لحد هنا ياض غير أنا ياض اللي هديهم أوامر. إيه يعني هتاكلنا؟ عافية؟ حسابها زي ما تحسبها. لا ده انا حسابها وحسابها واجيب ناس تحسبها. غلط واللي يغلط يتحاسب. بس سيبني بقى عليه. ما بلاش. سيبني اخد فرصتي بقى. طب خش عليه وانا في ظهرك. في ظهري؟ في ظهرك. استنى هات الطبنجة عشان في عيال كتير، لا تعور لك عيل ولا حاجة، انت طايش. طول عمرك حنين. معلم حتة، احنا ما بنتاكلش، مش أي حد ياكلنا. تاني كتب لك عمر جديد يا اخ.
كده كده ده البوزيه. ولا تعالوا وضبوه يا وضبوا مين؟ وضبوك انت تاني؟ اه يا لانشون انا عايزه نساي يا لانشون كده كده يا يا تكخيبه عامل لي فيها مجرم سيبني عليهم اقتلهم. دي الراحة عليا. ده انت كلت حتة علقة. مش انت اللي عمال تقول لي خش يا نمرود؟ طيح فيهم يا نمرود؟ انا في ظهرك يا نمرود. ابص ورايا الاقي 30 واحد بيطيح فيا وانت الوحيد اللي مش موجود. ياك بجرأك علشان تبقى تتودك كده. هتودك ايه؟ ده انا اتنيلت، ما بقتش نافع، ده انا اتبهدلت خالص. نفسي في مرة بس يا راجل اخش خناقة وما تصدرنيش. ولما انا اتصدر انت يبقى وظيفتك ايه؟ يا ده انا الدماغ وانت الدراع. ده الواد اداني رصيه عملت احلى دماغ. نعم نعم يا حبيبي. او ماي جاد. نعم يا حبيبي. انت ايه اللي حصل؟ انت قتلت واتقتلت؟ شش وطي صوتك، الواد تعبان ما صدقنا ينام. مش قلت لك؟ انتوا مش نافعين تبقوا مجرمين. بقول لك ايه؟ ده في دم، المفروض يبقى في مطهر او اغاثه. اللي هو ايه ده يعني؟ الواوا. الجروح؟ اه عندنا جاز. انت هتولع فيه يا غبي. طب امال اجيب له ايه؟ تنر يا متخلف. في شويه حاجات البيت فكلت شهر من الصيدليه هناك عندك في الزخنيق هنا، روحي دوري فيها وهاتي لنا اللي انت عايزاه. زخنوق ايه بس؟ ده كله اكيد ملوث، بيت ملوث كله حشرات. يا ما قلت لك الجريمه لا تفيد. اكيد ده. مين بقول لك ايه؟ خد طهر له الجرح عشان انا قرفانه. قوم يا نمرود. لا اوعى الموضوع ده يعقدك. رجعتني؟ لا لا. ايه ده كده؟ شوية صغننين. احنا هنطهر لك الجرح. اه يا صاحبي. اه. رجع دماغك كده لورا. اه. اهو كده. حط له بقى. اه. ايه ياض مالك ياض؟ ما هي لازم تحرق. ولعة. انت جبت ايه؟ ما انا بصراحة قرفت اروح الزخنوق فجبت اللي على الترابيزة. ما انا عينك تاني زخنوق. لا هنا الترابيزة. يا نهارك اسود، دي جابت الشطة بتاعت الكشري. حرام عليك يا حرام عليك، هو الواد ناقص مش كفاية عيال معلم حتة. سو سوري. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالى اما اغسل لك وشك. وشي وشي طول عمرك فقري جاتك نيلة. انتوا تستاهلوا بصراحة عشان انتوا حراميين. معلش معلش هتقتلها. لا لا هتقوم دلوقتي. حسوا بآلام الغير عشان انتوا متوحشين. هقتلها. خش خش على الحمام جاتك نيلة. انت فاضل مفتوح بنادي يا رب يا رب فرصة أخيرة. شفتها هقتلها. نزل الهباب دوت ما توديناش في داهيه. الله يخرب بيتك، هو كل حاجه في الدنيا القتل؟ في حاجه تانية غير القتل يا ابني؟ قصدك شنوقها؟ حلوه شنوقها. شنوقها
سمحت ركبني معاكي الميكروباص، انا وضعي حرج جدا وظروفي وحشه قوي، لو عرفتها هتعيط بينك الاثنين والله العظيم. انا بناشد فيكي الانسان ووعد شرف، اول ما هروح البيت ان شاء الله هكتب لك شيك بالاجره كلها، لان انا دلوقتي من الفقراء والمساكين وعابري السبيل، ما معيش ولا مليم. ريحتك قبر، بس يلا مش مشكله، مش هنناقش موضوع الريحه ده، انا هشوف لك صرفه فيه. انت اخرس؟ امال بتبتسم ليه؟ يعني حاسك موافق مش كده؟ tu es très gentil et sympathique. يا أستا انت جانتي، انت راجل في زمن شح فيه الرجال. يلا سؤالة سرعة 120 بس حسب من المطبات، عشان فجة بتقول ان انا نسفة. على فكرة احنا مستخبيين وراكي من بدري وانت مش واخدة بالك. مهترئين. ايوه احنا المهترئين. تشكر يا عمنا. اطلع اسطى على سرعة 240 وما يهمكش المطبات. خش عايزة تهربي مننا احنا. ابعدوا عني يا مهترئين يا مجرمين يا متوحشين. اخفى عليك يا دي، انت كده تخليني بره وتهربي؟ ابعدي عني يا ملوثة، شيلي ايدك عن وجدان واسمهن. المهم دلوقتي هنعمل ايه في الولايه دي؟ فكرت في فكره جامده قوي واحنا جايين. ايه؟ احنا نقتلها ونقتل عيالها ونرميهم في الصحراء في الشمس 3 ايام لحد ما ينشفوا. الله يخرب بيت ام الجرائم الغريبه اللي انت عايز تعملها لنا دي، انت ايه في داعش؟ لا احنا ما اتفقناش على القتل يا جماعه، احنا قلنا نسرق بس وبعدين نروح برضه. لو حد فيكم مد ايده عليا هيروح في 60 داهيه، جوزي زمان وتبلغ البوليس وهيوديكوا في كلابوش. شفتوا؟ اهي عرفت اشكالنا وعرفت البيت اللي احنا قاعدين فيه وهتبلغ عننا. بيت؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ امسكي عنك يا اختي، امسكي بالراحه. سلام سلام. ده بيت يا قذرين يا معفنين، انتوا هبل ومتخلفين واغبياء، لصوص لكن اغبياء. الله، وبعدين معاكي في الغلط ده يا ست، احنا عملنا فيك حاجه وحشه من ساعه ما خطفناكي. مش بقول لك متخلف؟ خطفتوني وهذا يكفي. انا رايي يعني بدل ما تهدروا طاقتكم في الإجرام والسرقة والقتل، أنا رأيي تفكروا في حاجة شريفة تشتغلوها. جبت الديب من دلو يعني؟ قال لي احنا ما حاولناش يعني، ما احنا اشتغلنا، واشتغلت أنا سباك، قعدت يوم اشتغل وعشرين لا. ولانشو اشتغلت إيه؟ اشتغلت فرشة خراط واتحرقت، واشتغلت سواق تاكس واتحرق. التاكس مش أنا. وأختي فك اشتغلت في شقة وفي الآخر عملوا فيكي إيه؟ طردوني. طبيعي، عشان صوابعك القذرين. لا والنبي يا اختي، ده انا كنت مخليه لهم البيت قشطه، وكنت مستحمله شتيمه وتهزيق وقله قيمه وتحرش. يا حرام، هم اتحرشوا بيكي؟ لا انا اللي كنت بتحرش بيهم الصراحه. طب بس استهدي كده بالله وصلي على النبي، احنا صحيح معفنين بس طيبين وبنسمع الكلام، قول لنا انت عايزه ايه واحنا تحت امرك. انا فعلا لمست جواكوا البني ادمين برغم الوحوش اللي انا شايفاها قدامي، عشان كده انا قررت ان انا اساعدكم، بس تسمعوا كلامي من الحرف الواحد. واجه. لابتوب ايه ده اللي انا بدور لها عليه ده؟ تقول لي كان في العربيه، ده العربيه كلها اتفككت، هلاقيه فين انا دلوقتي؟ الاقيه عليه صور كرومبو. والله كرومبو ده اللي هيحبسنا في الآخر. إيه ده؟ ده الواد نايم على اللابتوب. الله يخرب بيتك، أنت كرشك صاحي ولا إيه؟ صوت. انا
بفكر اخد العربيه دي مكان اللي انتوا سرقتوها مني يا لصوص. بس كده سرقه حرام. امشي يا مهترئه امشي، روحي الناحيه الثانيه لحد ما اشوف هي بتتسرق ازاي. في هنا بيبقى حاجات كده مدلدله بيعملوها في الافلام. يا بنت القروبه دورتيها ازاي عشان تعرفي ان الافلام بتفرق يا متخلفه؟ ايه ده لانشون؟ لانشون افتحي افتحي. ايه ده؟ انت فتحت العربيه ازاي وازاي دورتيها؟ شفتي السرقه حلوه ازاي؟ انا هضمك معانا للعصابه. شغالين عندكوا هين حبيبي. لا مؤاخذة، انت ده؟ انا في حاجه يا استاذ؟ لا بس عايزك في حاجه كده. عايز ايه يا عم؟ عايز ايه؟ انا معايا. اجي فين؟ طلع الواد. اهو واد ايه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا طلع الواد يالا. واد ايه؟ ابن الوليه بتاعت الست بتاعت المقطم المهبوشه في دماغها. وليه يا عم؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه اصلا. يا طلع الواد، قتلته ولا بعته خرده ولا عملت ايه؟ انا مجنون اقتلك دلوقتي. يا عم انا شغال في سوبر ماركت مش في جزار. الكاب ده بتاعك يا عم؟ ده عهده. انا هاخد الكاب ده بتاعك. وهين يا ده؟ انا هاخد الكاب يا عم. لا بلاش الكاب. طب انا هاخد صاحب الكاب. امشي قدامي يا عم. انت في ايه يا عبد السلام؟ لانشو I do appreciate بجد. انا مش عارفه اشكرك ازاي. Thank you so much. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده الناس اللي بعديها. بس انا يا جماعه ضميري وجعني قوي ان احنا سرقنا عربيه راجل تعبان شقيان حران عرقان. عادي، ما هو كمان سرق عربيتك وفككها، وبعدين السرقه حلوه بكره تاخدي عليها. ده واخد على فكره. ايه واخد دي؟ لا دي حاجه كويسه. على ايه بس يا حبيبتي؟ ده قال لي واجب يعني. خلاص بقى ما تقفلونيش منكم، انا ما صدقت ان انا احبكم. عامة يعني أنا قررت إن أنا أعزمكوا، هنروح أندرام، هعزمكوا على تشيز كيك وهنشرب موكا. دي أجهزة كهربائية؟ يا ست المهم إن هي عزمانة. بس أنا ما معيش فلوس، حماوت الناس دي، أنا ما معيش فلوس يا جماعة، أصل أنتوا خطفتوني ما كانش معايا ولا مليم. إيه؟ إيه ده؟ أمال أنت كنت رايحة الأماكن دي تنشلي ولا إيه؟ شفتي أديك استحليت السرقة وخدت عليها أهو. لا 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 لا، بس أنا هعمل لكم كده حاجة حلوة وهعزمكوا. دلوقتي أنا عاملة لكم سربرايز. شكلها فيها سندوتشات. تشتغل يعني؟ هكون بشتغل يعني يا باشا صحفي، انا على باب الله. يعني مش حرامي؟ بالليل بس يا باشا. هي الوليه دي راحت فين؟ هو ده السبرايز بتاعها؟ تسلمنا للحكومه كده؟ تلاقيها واخده سعر ضاعه. وده وقته برضه؟ انا زعلانه منها قوي، ده انا لو ولدت معزه كان تمر فيها، انا مش عايزه اتكلم يا لانشون، ده انا رضعت العيال. يا نهارك ازرق، ده انت كده تبقي اختهم في الرضاعه. يعني هما دلوقتي يقولوا لي ايه؟ هيقولوا لك يا جوز خالتي، هيقولوا لك ايه؟ لا احنا لازم نسال شيخ في الموضوع ده. احنا نروح المشايخ. يلا نروح المشايخ. خد يا انت وين؟ لو مش مدام داليا كانت نزلت عن المحضر ما كنتش خليكوا تمشوا. شوف الوليه الناقصه اتنزلت عن المحضر. مش تنيلي دي حاجه حلوه. وهي راحت فين يا حضره البكباشي؟ منتظراكوا بره. تعالى يا ابني امضي. حاضر يا باشا. تعرف مكان المعلم حته؟ يا باشا. اعرف مكان المعلم حته، ده اللي بيفك العربيات حته حته ويديها للناس الشمال عشان يعملوا بقى الاعمال الخطره يا باشا. وتعرف مكانه؟ ايوه يا باشا، انا اعرف المعلم حته بيقعد في انهي حته. تشرب خير. خير يا باشا. خير يا باشا؟ قعدت قدامي. انا في السليم والله؟ قدامي. وربنا في السليم. قدامي يا مجرم. بقول لك والله ما عملت حاجة. قدامي يا مجرم، قدامي. يا رب يا كرومبو على ايدي، تعالوا هو ده بيتي، تعالوا. يا رب يا كرومبو. طارق طارق افتح يا طارق. طارق يا حبيبي انت لسه في الشغل؟ بيتعب قوي طارق. هلا بقى له انتوا بتعملوا ايه؟ انا جايباك بتعمل ايه؟ تعال افتح. يا طارق تعال افتح. اتصرف بقى يلا. لا استنى استنى. إيه؟ البس الجوانتي ده عشان انت قذر. فكره برضو عشان البصمات. لا لانشون. ايه خلاص انا اتصالحت مع قذرتك وقذرتها. يلا يعني اذنك افتح. دي شغلتي بقى. يلا بصي انا كنت ببقى هنا ولما مش بالونة يا متخلفة، مش بالونة، مش هتفرقع. افتح يا لبارة، مش عارف افتح من هنا. افتح يا عم. انت بتعمل ايه؟ انت متخلف؟ ديدي ايه ده يا ديدي؟ انت كنت
فين يا بنتي من امبارح؟ انا كنت هموت عليكي من القلق والخوف، وطارق لف عليكي كل الاقسام. ايه كنت بولد مش شايفه؟ بتولدي فين؟ طارق قلب عليكي الدنيا كلها، راح المستشفى وراح للدكتور اللي انتم متابعين معاه وبرده ما لقاكيش. انت غبيه؟ شايفاني شايله بنتين وبرده بتسالي؟ يوتي يروح امه يروح امه. ولدتي فين؟ ولدت في اقذر بقعة على سطح الارض. تعيشي حبيبتي بيت اختك بردك. عندنا في الخرابه. ايه ده؟ مين دول؟ دول جراثيم محترقين. بس انا خلاص حبيت اموت صالحت مع بعضهم. طارق الحمد لله على سلامتك، قلقتيني عليكي، كنت فين؟ الحمد لله طارق. ايه ده؟ مين اللي كسر الباب ده؟ انا. انت مين اساسا؟ حماده لانشون استشاري فتح خزن اخصائي كوالين. ها؟ وبيدلعوني يقولوا لي ابو لبيف. والاخ ده مين؟ اخ اللي هتعمى ما تلاقي اللي يسحبك يا بعيد. شفتي؟ اه واحد لا يعرفني ولا يعرفك ولا الحقيقه برضه. وايه دول؟ بناتك يا طارق، فلذات اجبادك وجدان واسمهان. خدش البال ان انا هوقعها اصلا من كتر ما تقيله. تعالي حبيبه بابا. حبيبي شيل بنات؟ مين فيهم وجدان ومين فيهم اسمهان؟ مش مهم التفاصيل دي دلوقتي خالص. ومان ريحتهم نتنا كده ليه؟ لا الا النظافه ما اسمحلكش، نظافتي خط احمر. انت ولدتي؟ انت تولدي ازاي من غير اذني؟ لا بعد اذنك يا استاذ واي حد اللي ولدها يعني؟ ده انا خدمتك فكه، استشاريه مساحات، اخصائيه بلعات، وبعدين يعني ده مراتك هرتني عض، ده رادرها بتاكلها ولا ايه؟ والله يا استاذ عدنا نتحايل عليها عشان تصبر ما تولدش وتستناك، بس تقول ايه بقى؟ دماغها ناشفه. اسكتوا بقى شويه، المهم المصيبه اللي احنا فيها، ابننا كرومبو انا مش لاقياها. دي ما تقلقيش، كرومبو عندي. انت اللي خطفتي ابني؟ زميله. ديدي خطفته؟ ديدي انا وفاء صاحبتك. يعني كرومبو عندك؟ ايوه عندي جوه نايم كل الفتره اللي فاتت. ايوه. بس يا نجوان، بص يا نجوان، ريحتك طفحت على العيال. تعالوا نخش نشوف ايه جوه. لانشو. ايه ده؟ ده الواد ده نمرود. لانشو امشي بدل ما قلبك قرد. لانشو يا ده انت اشتغلت ساحر؟ لا ده المستند الاول. ايه ده انت جايب يوسف شعبان في شوال؟ اتفرج اتفرج. يطلع يا ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما عملتش حاجه والله، ولا اعرف حاجه والله. ايه ده يا والله ما عملت حاجه والله. ما لقيتش العيل، قلت اجيب لكم الواد في شوال. ما لقيتوش؟ ايه يا ابني؟ فكوا هيتخانق، فكوا حرام عليك. طب اقتله. تقتل ايه يا ابني؟ يا ابني في جرائم كتير اهم من القتل. فكوا. طب اقتله مره واحده بس يا ابني. انت هتقطع العجله مره واحده؟ ايه فكوا يا عم. طب روح اجيب لي علبه كليوباترا يلا من السوبر ماركت. يلا يلا يا كابتن امشي. بقول لك ايه؟ الشقه دي احنا لسه كسرينها، ما تيجي تقتل يا ابني؟ في جرايم اهم صدقني من القتل. تعال تعال. ايوه كده. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيبي، انت بتعيط علشان اللي ماما شافته علشانك. انا شفت الاهوال وعديت البحور والجبال. انت لقيتي فين؟ ايه يا بنتي انت لحقتي تنسي؟ مش لما انا جيت اخد منك كيس الدقيق عشان اعمل كيكه خدته معايا؟ معاكي كوكي كرومبو. صباح الفل. صباح الورد. مالك يا بيبي؟ مالك يا حبيبي؟ ما تعيطش، تيجي معايا؟ يلا تعالى ناخد كيس الدقيق. يلا يلا يا ناس. والله صباح الفل. صباح الورد يا ديدي. انا خدت كرومبو. ها يلا اخوي. ايه يا بنت الجنان ده؟ هتفضلي تضحكي كده؟ فهميني ايه اللي حصل؟ وايه الاشكال الغريبه اللي جايبها لنا بره دي؟ هفهمك على كل حاجه، بس الناس اللي بره دول ناس طيبين قوي، ظروفهم محترقه. شايف شكلهم وحش ازاي؟ اهو ظروفهم بقى اوحش من شكلهم. بص احنا لازم نساعدهم ونشغلهم عندنا. انت فاكراني شغال تاجر مخدرات؟ انا هشغل الاشكال دي ايه؟ بص يا سيدي، لانشون ممكن يسوق لك العربيه، مش انت كنت محتاج سواق؟ فاكر لانشون ده اخره عند ارميل القطط. وفجاه بقى
ممكن تساعدني في شغل البيت. هي صحيح قذرة وكلها أمل وبيب وسبان، بس مش مشكلة، أنا هبقى أنظف البيت بعدها على طول. ياي ياي يا ديدي، بس دي بلدي قوي وبيئة. بس إنسانة، إنسانة من قبل ما تبقى حيوانة. أنت اللي بتقولي كده؟ أنت يا ديدي اللي بتقولي كده يا صحي ومفيد؟ أنت يا اللي ماشية طول اليوم في البيت بالمنظفات والديتول؟ أنت يا ميس نظيفة؟ أنا اتحررت من أمراضي، أنا خفيت، بقالي يومين ما استحمتش. حقيقي؟ برافو عليكي. نمرود بقى. نمرود ده مين كمان؟ أخو فجة. شكله مجرم قوي، ممكن يشغله عندك في الشركة بودي جارد، يحارب الأشرار. الله، نمرود المجرم بودي جارد. الله، هو ده اللي ناقص. عارف الأوضة الفاضية عندنا ممكن نخلي فجة تقعد فيها. لا، وعلى إيه؟ ما تخليها تبات معانا في نفس الأوضة أحسن. إيه يا طارق، أنا بتكلم جد، أنت بتهزر. إيه يا طارق، أنا عن نفسي موافقة، بس ممكن بس يا ديدي أطلب منك طلب صغير. إيه؟ ممكن تغيري اسم فجة ده لأنه لوكال قوي. لا، ما هي ما اسمهاش فجة، اسمها فكة. لا والله. احنا قاعدين نتكلم كده وسايبينهم، عيب ما يصحش يعني كده، احنا قلالات الذوق. تعالوا بقى نطلع علشان اعرفك بيهم. دي ارسو كيوت، تعالوا اعرفكم بيهم. يلا يلا يلا. طارق، مراتك بقت بيا. ربنا يستر. برضو ايه ده، في لاتر كمان بيقولوا ايه؟ ما تأخذناش يا ست ديدي، احنا حبيناكي قوي انت وعيالك، ربنا يخليهم لك، بس الطبع غالب والحوجة وحشة. لو عاوزة تردلنا الجميل صحيح ما تجيش ورانا، وسبلنا الحاجات اللي اخدناها من عندك، بالذات الفازة الزرقاء، وهو تعويض عن السرية الأولانية اللي باظت. وافتكري برضك إني ولدتك، خدمتك فك. محترقين.